سافرت روحت عيت ولي نضطر نخليو هاد الدار الجميلة بعد ما سيقناها وسكسفنا عليها ونمشيو فهنا. صباح الخير عليكم فاميليا ديالي من جري وين يطلع وحل الجو ماشي عادي في الصباح هنايا. هادي جلدة والعتام هادي ما كانت تخلي فيها الماء عمس بها اليومين ومشات صافي مبقاتش خدام. هادي واقيلا كنظن دابا العاشرة عنشبرو الطريق الخزيراتي ان شاء الله ونعاودو نشوفو الطريفة ونشوفو بلاصة ما حرقنا ونكرسو في بلاصة اللي حرقنا فيها واللي تكرفصنا فيها واللي جوزنا منا واحد نهار بالطريق ونشوفو الناس واش نتلاقاو ديك الناس اللي تعاملو معنا الناس اللي عاونونا وقربونا من الخزيرات وكذا ان شاء الله. دابا جبرتونا جمعنا موالد ديالنا الوالد هو كيفطر والصديق ديالي هو كيفطر انا نوض بكري قبالاتي وفطرت ودابا غادي نمشيو ونشبرو الطريق العام. الوالد ماشي بحالو اديوس رايح وين سافرت روح تعيا سجرا خوسي كي غوتو عارفين ما كان في حي الوالد كيسلم عليهم با الخسيره نو اورا نو فاموس ورتو هي علاش قلبك حزين وعلاش هكداك الزوالي ما تدومش كما ساري نسني فيها تسني عاد نمشي للخزيره على الله يبغيو لي هنايا عاصمي ما يقولوا لنا شي نمشي شي بلاصه اخرى بقاو يدوروا بيا انا كما ساري هي فيني اوي دجما جوزنا نسنيو عندك عند البوليس مشينا سنينا عندهم اليوم وقالوا لي تانا خصك تطلع لمدريد يعني مهم عيطوا لمدريد هما قالوا له لا ملي سالي باكاسونيس ديالو يجي عندنا لمدريد باش نشوفه ما كيتيقوش كيجا من العنهرة. جبرتوني في الخزرة دابا شوف واحد المنظر هنايا جميل جدا هذاك جبل طار كيما بحال شي مرا ميتة ها الراس فين هما ها الصدر ها الكريشة ها الرجلين وها المطار انا هنايا كناكلو هنايا وريكي هو مسكين مع خالته فين هي في عمرها يا ربي شحال في عمرها 90 عام 90 عام جالس معاه جاي يشوفها مسكين وهذه العائلة ديالو خرج ندور كما العادة ندور ونتساراو كاملين جبرتوني كنت واجد في واحد بلاصة اللي هي تاريخية ديال العرب ديالنا هاهي فين هي هنايا كانوا العرب ديالنا عايشين هاد البلاصة هادي وخلاو الأتراس ديالو تقدرش تعرف الدنيا عندنا هنايا مرونة بلا كوبتيرات والمخزن بزاف على حساب ديك الباتيرات اللي كيجيو بزاف هاد اليومين دوس على كوبتيرات وتجي هاد الكوسطة عامرة بالمخزن المرصة ديال الخسيرات هي هادي
هادي كامله عندهم مرسه كبيره بزاف. واخا ماشي ولد الخزيرات راك ما ضربنيش يا الطوبيس. غادي نوريكم واحد بلاصه في الخزيرات. اول مره حركت تخبعت هنايا، تخبعت في هاد البلاصه هادي، تخبع باش ما يجيش عندي مخزن. وهنايا كتشوفوا هاد البلاصه هادي عندي واحد التصويره فيها، ها هي نوريها لكم دابا باش ما يجيش المخزن. بقيت مخبع في هاد البلاصه هادي كما كتشوفوا، اللي جات في الخزيرات. والتصويره اللي غنوريكم ها هي، شفتوها تجات مورانا واحد بس كنعرفوها باش تورينا فين نمشيو وندبروا فلوس باش نقطعوا ونطلعوا في حالنا لمدريد. وكتبدا الرحله ديال عمر الطنجاوي، بدات من هاد البلاصه هادي اللي كتشوفوا هادي، بدات الرحله ديال عمر الطنجاوي. الجامع اللي صلينا فيها هي هادي، الجامع هادي صليت فيها اخوتي 2012 اول حرقه ديالي. ملي صليت ديك الجامع نزلت في الباب وقلت لهم خوتي تعاونوا معايا، عاد حرقت ودبروا عليا وعطوني باش نقطع. مريرو معاهم انا هنا. هو هاد العشيه في خزيرات. خزيرات مدينه جميله جدا الصراحه. وحنا كندورو سيجي مورايا الوالد، الوالد مشى عند خليته في الدار مع العائله ديالو. دابا شويه غنمشي عندو الدار ونمشيو لواحد بويبلو كاين بعيد على الخزيرات، عادي نعسو فيه عنباتو فيه، غادي نبقاو ان شاء الله ناخذ لكم 3 ايام الا بقينا بالراح. البلاله وقع هنايا في الخزيرات، لاكوبتيراس دلعين كثر من بنادم. مرحبا بكم معنا في مرام ميته، هذه عامله بحال مرام ميته. شوف هنايا بحال جبرتوني هنايا، كنتسالى من الحب ديالي. هنايا اول حرقه ديالي باش حرقت مره الاولى، يعني جيت انا والصديق ديالي حرقانين، الصديق ديالي سهل عليه الله سردوا له شي بركه ديال الفليسات طلع في حالو برشلونه. انا بقيت في هذا الرياض الجميل هذا اللي كتشوفوه، جلست فيه، مشيت عند ناس يعني وطلبت منهم يعاونوني، قلت لهم خوتي انا عاد حرقت ما جابش الله. قال لي كاين اللي ما جابش معاه البسطه وكاين اللي ما جابش معاه. انا كنقول هذا الشيء حيت عشته، يعني كاين شي مشكل وما عندي شي مشكل، كنقول هذا الشيء اللي عشته انا. الجامع اللي وريت لكم قبيلاتي اللي صورت لكم هي هذيك، مشيت ليله وطلبت منهم يعاونوني والحمد لله جبرت المحسنين تما يعاونوني وعطوني نقطع. الصديق ديالي باقي كنتلاقاه وباقي كنجلس معاه وما كاين شي مشكل. المهم جبرتوني في هذا الرياض الجميل هذا. دابا غادي نمشيو نتعشاو مع الوالد، ودي معايا سير 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 ولقد وصلنا الى المنزل. ابويا اللي نتسكاو فيه، وهذا انا ولا شي ولد ديالي. دابا عرفت واش ني عادي نمشي دق دق متقطق هي شي تدويش. الله حرسنا هادشي هذا واقيلا خوش. طبيعة الحل البارح ملي دوش جيت من الكاميرا هيدا جلس بديت كنتفرج واحد الفيديو، مشيت كاو كون هكا وبلا ما نقولكم سلامة وبلا ما نقولكم صحة تصبحوا على خير وبلا ما نقولكم نتلاقاو غدا ونتلاقاو في بلوك جديد ان شاء الله. جيت تحت كاو. المهم لاخر فلوك واحد هذا تعيرينا شي حاجة الخزيرات، توريكم بلايص لي كوس منهم، بلايص لي كوس عم بس زنقة فيهم، بلايص لي جيت ليلو ما قلت أنا شكون نعمل في هاد الأرض السعيدة. وكذلك جات عندي العائلة ديالي اللي في جوج سيمانات من تلاقيتا، ساكنة قريبة من هنا ماشي في الخزيرات، ساكنة في مربية. عندي العائلة ديالي ساكنة في مربية، كنهود أنا عندها مرة هي تجي عندي مرة معدية. كما شفت العنوان يعني انا جيت هنايا ما كنتش ماجي للخزيرات،
يعني ما كنتش عاجي ان كنا عم نشوف بحالنا من تما يعطروا هما غير تزاق تهدرت مع الوالد قلت له لا نهبط للخوزيرة خصني نمشي لماربي عند العائلة ديالي قال لي علاش ما تلاقاوش في الخوزيرة ورجعت بحال هي ماربي وباقي نتشوفوا ان شاء الله اليوم وغدا شوفوا عاوتاني معايا المهم تبارك الله عليكم الخوت سوف نعلق بالعربية دابا نتلاقاو في فلوق جديد غدا ان شاء الله نشوفو فيها نمشي نضطر نمشي تحت الطريق ونصور هذيك البلاصة اللي كنمشي منها والبلاصة اللي نزيد منا باش نسوق الزودياك ونزيد في الحرب الأولانية يلا تبارك الله عليكم والسلام عليكم.